السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم علي النبهان مستشار تعليمي في تركيا من عام 2016 وخريج ماجستير إدارة أعمال من جامعة غازي عنتاب ومقيم في غازي عنتاب هلأ نحن ردوتنا بتهم الطلاب اللي رح يدرسوا تعليم مفتوح يعني التعليم الأونلاين خاصة الطلاب اللي سجلوا على مفاضلة جامعة أناضولو النظام القبول المباشر دون الحاجه لمقعد في الجامعات التركيه. طبعا بتعرفوا قبل ايام طلعت نتائج المفاضله. هلا نحن لو نحكي لمحه بسيطه عن موضوع التعليم المفتوح بشكل سريع جدا مشان الطلاب اللي ارتفضوا تمام يكون عندهم تصور شو هن رح يعملوا، شو عندهم الخيارات التانية. هلا التعليم المفتوح باختصار نحن في عندنا اكثر من طريقه لدخول التعليم المفتوح الجامعي تمام احد الطرق احد الطرق اللي هي اصلا نظام جديد هو طريقه التسجيل من خلال مفاضله السنويه وهذا النظام متاح في جامعه اناضولو اللي هلا قسم الطلاب مقبول فيها والجامعه الثانيه هي جامعه اتاتورك ولكن جامعه اتاتورك مالها مفاضله قبولات مباشره بالنسبه لجامعه اسطنبول ما فيها هذا النظام اللي هو التسجيل من خلال السنوية فنحن الطريقه الاولى تمام اللي الطلاب بترجحها اول شيء اللي هي التسجيل من خلال البكالوريا تمام هلا الطريقه الثانيه الشائعه بكثره ما بين الطلاب اللي هي التسجيل من خلال قيد جامعه طبعا هذا الموضوع هي الطريقه هي الاضمن لدخول التعليم المفتوح ولكن كيف الطالب ما بيلجا لهي الاليه حتى هو بيكون الاليه الاولى اللي هي المفضلة السنوية ما تم قبوله فيها تمام بيلجا لهي الاليه يعني على سبيل المثال بتعرفوا هلا طلعت نتائج اول دفعه الاحتياط الاول والثاني ممكن الطالب ما يطلع له تمام فنحن هون فعليا صرنا بشو بالشهر السابع ممكن الطالب يسجل نفس هي المفاضله اللي رح تفتح مره ثانيه ممكن يطلع له ممكن ما يطلع له لهيك الطالب لازم يحط في باله خيار اضافي اني انا لازم اشتغل على الطريقه الثانيه لدخول المفتوح اللي هي شو؟ من خلال قيد الجامعه، باختصار هي الاليه كيف بتكون؟ بيروح الطالب بسجل بعده جامعات تعليم عادي تمام؟ بحصل قبول بثبت هذا القبول من خلال هذا القيد الجامعه اللي حصل الطالب على قبول من خلاله بيحسن يسجل تعليم مفتوح في جامعه اسطنبول او اتاتورك او اناضول من خلال هذا القيد الجامعي وقتها شو بيكون القبول في التعليم المفتوح بيكون مضمون 100% تمام فهي الطرق دخول التعليم المفتوح الطريقه الاولى والطريقة الثانيه الطريقه الثالثه وهي قليله الاستخدام ما بين الطلاب واللي هي من خلال امتحان اليوز الخاص بالجامعه نفسها كثير من الطلاب استاذ سجلت يوز حران فيني سجل من خلال هذا اليوز بالمفتوح اكيد لا الطالب اللي راح يخضع لامتحان اليوز تمام لازم يقدم يوز الجامعه نفسها لحتى يحسن من خلاله يسجل بالتعليم المفتوح يعني انا بدي جامعه اسطنبول من خلال يوز اسطنبول بسجل بجامعه اسطنبول تعليم مفتوح من خلال اليوز وطبعا شو مفاضله ممكن يتم القبول ممكن لا ايضا اناضولو الى يوزا الخاص ايضا اتاتورك الى يوزا الخاص الطريقه الثالثه الدخول عليها كثير قليل ما بين الطلاب يعني الطلاب باختصار بترجح اما الطريقه الاولى اللي انتم مسجلين عليها او الطريقه الثانيه اللي راح يلجا لها الطالب طبعا انا ما راح ادخل بتفاصيل اكثر لانه الموضوع يطول جدا جدا فباختصار نظام الدخول للتعليم المفتوح هيك بيكون طيب النقطه الثانيه أو المحور الثاني بمحاضرتنا هو شو نتائج المفاضلة هلا كل الطلاب اللي سجلوا في نقطتين بابلكيشن التسجيل واللي هي بعد نحن ما نسجل ونتابع الملف في شيء اسمه موافقة أولية على البيانات يعني أنا مشان أعرف إني أنا مقدم صح ولا مقدم مو صح فكثير من الطلاب اللي بتدخل على ملفاتها بتشوف كلمة أونايلاند اللي هي تم الموافقة على الابليكيشن وليس تم قبولك في الجامعة يعني هي شيء وقبولك بالجامعة شيء ثاني تمام فالطالب اللي مقدم وبياناته صحيحة فالجامعة اوريدي راح تكتب له على بياناته اونايلاندا تم الموافقة على بياناتك هي لا تعني انه انت انقبلت في الجامعة طيب تمام النقطة الثانية معرفة النتيجة نحن لما ندخل على السيستم في شيء خيار اسمه سنوتش جيتر تمام انه احضر النتيجه او بهذا بهذا المعنى نضغط عليها من فوق صح كاتب لكم بس ما فيها تحت المنة ان كان كاتب لكم يير لشا ما تمام معناته انتم شو انتم ما تم قبولكم اوكي اهتموا بهي الكلمه لا تهتموا بالكلمه اللي فوق اللي مكان مكتوب ارور خطأ هي ما دخلها ان لطالما دخلتوا على مكان النتيجه تمام وطلعت هي الرساله فانتم نتيجه نتيجتكم الرفض تمام طيب الطالب اللي ارتفض خلص يقطع الامل طبعا لا لا يقطع العمل الامل ليش لانه الجامعه راح تطلع دفعه ثانيه كيف يعني دفعه ثانيه شو هي شو معنى الدفعه الثانيه هلا جامعه اناضولو سجلته خلصته طلعت النتائج اللي هي كانت أمتى بتاريخ 16 ستة تمام طلع قسم من الطلاب مقبولين القسم الآخر غير مقبولين تمام تمام طيب أقطع الأمل لا انتظر إمتى انتظر خمسة سبعة بتاريخ خمسة سبعة رح ترجع الجامعة تصدر نتائج تانية ممكن قسم من هالطلاب اللي تم رفضهم يتم قبولهم اوكي يعني انتم بتاريخ خمسة سبعة بس نحن قلنا لكم تم صدور دفعة ثانية من النتائج لازم الطالب يدخل ويشيك على السيستم بس تجاوز عدة أيام وطلعت النتيجة الثالثة الطالب النتيجة الثانية لإله ما عاد يحسن يشوفها يعني أنتم إذا قبلتوا رح يختفي القبول عندكم فأنتوا لازم تتابعوا كل دفعة بدفعتها يعني في طلاب كثير تمام قبلت بالدفعة الثانية ولكن ما شيكت على السيستم لوقت نتاج الدفعة الثالثة فهي بالدفعة الثالثة ما رح يعطيها السيستم أي شيء يعني خلص لين قبل بالدفعة الثانية لما يدخل على السيستم بالدفعة الثالثة ليطلع النتيجة رح يعطيه مالك نتيجة شو رح يعطيه مالك نتيجة فغالبا شو بيكون هذا بيكون مقبول دفعة ثانية امتى بيبين شو قبل وامتى بيحسن ياخد خطاب القبول لما بيفتح سيستم التثبيت فيعني طوشة كتير كبيرة لهيك لهيك تابعوا النتائج اول باول طبعا ممكن هلا يكون قسم من الطلاب من احنا مسجلينهم عم يحضروا هلا المحاضره انا ماشي هيك على الاسماء الطلاب المسجلين من خلالنا يريحوا بالهم تماما نحن متابعين اول باول لكل شيء بيخص الملفات التسجيلية الخاصه فيهم الاخبار بتوصل لعندهم بشكل مباشر ما يعزبوا حالهم ولا يعمل يعني ولا اي تفصيل طيب هلا شو حكينا حكينا بخصوص النتائج كيف نعرف الرفض نتائج الاحتياط الاول مثل ما ذكرت رح يكون بتاريخ خمسة سبعة تمام لا سمح الله ان بهي الدفعة ما طلع لكم قبول لا تقطعوا الامل بتاريخ تسعة عشر سبعة ايضا رح يطلع دفعة ثالثة من القبولات فلهيك انت يا اما بالثاني او الثالث رح يكون نصيبك يا اما ما رح يتم قبولك فنحن شو بنكنسل على كل هي المفاضلة وقت الطالب خلص يقطع الامل منا لانه لا باول دفعه ولا الثانيه ولا الثالثه تم قبوله. هلا هل اللي ارتفض بثلاث دفعات شو الخيارات المتاحه امامه؟ بنرجع بنفس الفكره لاول محور حكينا واللي هو الطريقه الثانيه لدخول التعليم المفتوح واللي هي شو؟ من خلال قيد جامعه. طيب انا رح اتبع هي الطريقه من خلال قيد جامعه ولكن نحن بنعرف انه هي الطريقه مكلفه، في عنا دفع رسوم التسجيل وعندنا قسط الجامعه رح ندفعه وما حندرس الفرع كثير موضوع طويل، طيب هل يا ترى رح ترجع تفتح جامعه اناضول مفاضله ثانيه من خلال البكالوريا فقط مثل هي المفاضله اللي فتحت سكرت نعم رح تفتح ايمتى؟ بتاريخ 31/7 ورح تنتهي ايمتى؟ بتاريخ 11/8 تمام؟ رح تفتح مره ثانيه نفس هذا السيستم اللي هي فتحته هلا وانتهى التسجيل عليه. فممكن الطالب اللي حصل على رفض بأول مفاضلة بشكل كامل يختار طريقين إعادة المفاضلة من أول وجديد بنهاية الشهر السابع زائد يشتغل على التعليم المفتوح من خلال قيد جامعة طيب هلا نحن انتم اذا ملاحظين نحن عم نركز على الطلاب اللي تم رفضهم وشو الطرق الثانيه الخاصه فيهم. هلا لهون بكون نحن خلصنا من الطلاب اللي ما حالفهم الحظ وما دخلوا يعني ما تم قبولهم اللي عم يشخبط على الشاشه يقعد عائل لا على الشاشه طيب هلا رح نحكي عن موضوع تفاصيل تثبيت القيد والاوراق المطلوبه بالنسبه للطلاب يلي تم قبولهم طيب طبعا هلا نحن شو نحن فاتحين الموقع الرسمي تبع الجامعه طيب أه هلا سين سؤال من الطلاب احد الطلاب راح يسالني طيب استاذ نحن كيف راح نتابع النتائج قبل ما اكمل شرح شايفين انا هذا الموقع هذا الموقع الرسمي تبع جامعه اناضولو ينزل لتحت في شيء اسمه خيار كروم دي شي تمام شايفين 16 حزيران اناضولو يوز تيري يوز اولسلاراس دبلوما الى يلاشترما سنوشلر هي هي النتائج المفاضله اللي طلعت نتائج الاحتياط الثاني والثالث نفس الخبر راح ينزل هون تمام عشان كل الطالب يعرف كيف راح يوصلوا خبر النتائج يعني انت مالك مضطر تنتظر حدا ممكن تتابع موقع الجامعه بهذا التاريخ يوصلكم الخبر دغري لعندكم طيب هلا بالنسبه لموضوع التثبيت تفاصيل التثبيت والاوراق المطلوبه هلا اول شيء جامعه اناضولو صار لها سنتين عم تفتح هذا النظام الجامعي يلي هو التسجيل من خلال السنوية تمام؟ هاي واحد اثنين بالنسبة لمواعيد التثبيت دائما دائما الجامعة يعني عبر السنة الأولى والسنة الثانية بتعمل مواعيد خاصة بالطلاب المقبولين من خلال السنوية بالتعليم المفتوح بتخلي لهم موعد خاص فيهم كل الدفعات اللي رح يتم قبولهم بالمفتوح من خلال السنوية الدفعة الأولى والثانية والثالثة والمفاضلة الثانية ودفعاتها للثلاثة كلهم هدول موعدهم تثبيتهم بيكون بموعد واحد تمام؟ طبعا هذا الكلام حسب العام الماضي يعني السنة الماضية واللي قبله هيك كان الوضع يعني المواعيد اللي بتكون مذكورة بخطابات القبول اللي وصلت لكم أو اللي انتم شفتوها هي بتكون خاصة بالتعليم العادي تمام؟ تمام طيب بالنسبة لعامنا الحالي 23 شو هو الموعد تثبيت القيد بالنسبه للطلاب اللي قبل التعليم المفتوح؟ صراحه هذا الجو... هذا السؤال حاليا ما عندي اجابه. انا تواصلت مع الجامعه وبعثت لهم ايميل تمام لحتى اسالهم انه هذا الموعد مثل السنوات الماضيه هو خاص بالتعليم العادي ولا راح تعمله ايضا لطلاب التعليم المفتوح وغالبا واستنتج انا انه راح يكون مثل السنوات الماضيه، موعد خاص بهي الطلاب. طيب نحن راح نخبركم عموما أول بأول هلا حسب خطاب القبول وحسب الشيء المذكور إنه المفروض بكره أول يوم للتثبيت التثبيت رح يكون أونلاين فنحن رح نشيك على السيستم وبنشوف إن كان متاح التثبيت تمام فنحن رح نبدأ نستقبل ملفات الطلاب لحتى نثبت ونخبر الطلاب إنه يا طلاب بدأ التثبيت وبيبدأ بتاريخ كذا وبينتهى بتاريخ كذا طيب اثنين بالنسبة للأوراق المطلوبة هلا موضوع الأوراق المطلوبة نحن رح نقسم هذا الموضوع حسب الطلاب وشهاداتهم البكالوريا هلا واحد طلاب اللي شهاداتهم البكالوريا اللي هي من تركيا طلاب شهادتهم البكالوريا من تركيا شو الأوراق المطلوبة منهم حتى يثبتوا قيدهم في التعليم المفتوح واحد الصورة الشخصية صورة الكملك قيد النفوس تبع الادرس بالاضافه لشهاده البكالوريا بالاضافه رح يطلب شهاده اللغه تمام هي الاوراق المطلوبه طيب شو شهاده اللغه هلا جايين نحكي عن موضوع شهاده اللغه بشرح مفصل هي جاوبت على سؤال انا طالب خلصت البكالوريا بتركيا طيب طالب خلص البكالوريا بسوريا تمام بالتحديد بسوريا شو الاوراق المطلوبه منه حتى يثبت قيده في التعليم المفتوح من خلال السنوية واحد صورة شخصية صورة الكملك صورة الشهادة البكالوريا الأورجينال زائد صورة شهادة البكالوريا الترجمة والنوترة بشكل شرط 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 لازم يكونوا موجودين بالإضافة لازم يكون موجود مع الطالب التعديل وثيقة التعديل طيب أنا ما عندي وثيقة تعديل، ما عندك وثيقة تعديل أنت دخلت بقى هون يعني شوي بي يعني بوضع حرج، لازم تكتب ديلكشا وترفع ديلكشا للجامعة وكذا، يعني صار في عندك شغل زيادة بموضوع تثبيت قيدك، التعديل شرط لازم يكون موجود عندك، مو موجود عندك تمام؟ لازم تكتب ديلكشا للجامعة لحتى يعطوك شوية مجال، لهيك لهيك موعد التثبيت إن ما راح يكون ابتداءً من يوم غدًا تمام؟ مباشرة من يوم بكرة بلشوا عدلوا الشهادة لا تنتظروا حتى لو كان موعد التثبيت بيبدأ بيوم بكرة مباشرة أنتم من يوم بكرة ابدأوا بموضوع المعادلة يعني أنا بستغرب صراحة أن الطالب اللي بلش أو قرر أو فكر يدرس بالجامعات التركية ليش ما بدأ لحد الآن بموضوع المعادلة يعني أنت بس فكرت دغري أول شيء لازم تخلص منه بعد الترجمة والنوترة أنك تعادل شهادتك البكالوريا مباشرة نخلصوا من هذا الموضوع، تمام؟ طيب سؤال قديش حيطول؟ موضوع الت... موضوع التصديق ببيع ال... غازي عنتاب بيطول ثلاث اربعة ايام لبين ما توصلك الشهادة من مدينتك لعنتاب ومن عنتاب لمدينتك، يعني بتروح لها بشغلة اسبوع، لهيك لحقوا حالكم قبل العيد كان موضوع التصديق، تمام؟ بعد ما تصدقوا من غازي عنتاب رح يلزمكم حجز موعد بالتربية حتى أه تعادلوا الشهاده وبعد ما شو بتصير اموركم تمام. طيب هلا بالنسبه للطلاب اللي شهاداتهم من خارج تركيا نفس السيناريو صوره شخصيه صوره الكملك شهاده البكالوريوس الاورجينال الترجمه والنوتره بالاضافه لشو وثيقه التعديل. هلا الطلاب اللي شهاداتهم من خارج سوريا ومن خارج تركيا لحتى يحسنوا يعادلوا شهادتهم البكالوريا تمام؟ يعني مين؟ على سبيل المثال لنفترض طالب شهادته البكالوريا سعودية طيب شلون حيعادل طبعا هذا المثال بيخص شهادة السعودية وأي دولة كانت تكون لازم يكون عنده تسلسل دراسي تمام بال... يعني تسلسل دراسي قديش 12 11 و 10 اوكي أه وبعض منهم بيطلب 9 يعني 9 10 11 12 لازم يكون في تسلسل دراسي زائد الاوراق هي تكون مصدقه من خارجيه هذا البلد من اللي طلعت منه هي الوثائق، تمام؟ من ثم بيحجز موعد بالتربيه التركية وبيعادل الشهادة، طبعاً هي الإجراءات بتاخذ من أسبوع لعشرة أيام بمديرية التربيات الموجودة في تركيا. طيب، أي حكينا بالنسبة للأوراق المطلوبة لطالب خريج تركيا أو سوريا أو سين من الدول العربية أو الأجنبية؟ هلا رح يخطر لأحد الطلاب. انه انت ذكرت وثيقه العنوان اللي هي ادريس بالجس هي من وين بدنا ناخذها هي بتاخذوها من الاي دولات وثيقه العنوان اسمها يرلشما ما او اقامتك بالجس او ادريس بالجس يعني كل هاي المعاني لنفس الوثيقه هي بتطلع من الاي دولات طيب استاذ ما عندي اي دولات شو بدي ساوي روحوا على البيت وخذوا كلمه السر تبعت الاي دولات تمام آه طيب هلا شو حكينا حكينا على الاوراق موعد التثبيت بنجي لنقطه اللغه نقطه اللغه خلوني بس اشرب كاسه مي وندو كمان خدوا نفس طيب يا جماعه عدنا طيب هلا نحن افرع التعليم المفتوح طبعا بتعرفوا مقسمه الى ثلاث اقسام افرع تدرس بالعربي اللي هي الشريعه فقط معهد سنتين افرع تدرس باللغه الانجليزيه وهي الافرع الاداريه بعض الافرع وافرع تدرس باللغه التركيه تمام طيب هلا نحن رح نحكي عن الطلاب اللي تم قبولهم افرع تدرس باللغه التركيه. طبعا الطلاب اللي نجحوا في طيب نقطه انا شو ذكرت مطالبين مشاهدة لغه. نحن نقبلنا خلصنا يا قبل التثبيت يا بعد التثبيت الجامعه شو راح تعمل؟ الجامعه راح تعمل امتحان لغه تمام؟ بالعربي وبالتركي وبالانجليزي كرمال كل طالب شو نقبل يقدم امتحان المعافيات. يعني. تبع الجامعة أوكي يعني أنا انقبلت بالإنجليزي فالجامعة هي بتمتحنكم باللغة الإنجليزية تمام طيب لنفترض أنا رسبت بامتحان الجامعة امتحان اللغة اللي عملته الجامعة شو بيصير مقعدي بالجامعة بينحذف لا ما بينحذف الجامعة بتمنحكن مجال سنتين نحن بنسميهم سنوات تحضيريه خلال هالعامين الطالب لازم يحصل على شهادة لغة يعني لغة فرعه بيقدمها للجامعة تمام حتى يبدأ دراسة في جامعته تمام تمام أنا كنت رح أذكر نقطة امتحان المعافيات أي هي, هي فالطلاب اللي رح يتم من إحضار شهادة اللغة التركية وهن المقبولين فرع يدرس باللغة التركية هن الطلاب اللي نجحوا بامتحان المعافيات تمام تمام طيب مين كمان اللي راح ينعفي من اللغه التركيه ويبدا دراسه مباشره الطلاب اللي عندهم شهاده لغه تركيه تمام الطلاب اللي عندهم شهاده لغه تركيه توم يعني الطالب اللي عنده توما اوكي اثناء التثبيت بيرفع الشهاده هذا راح ينعفى من اللغه راح يبدا دراسه بشكل مباشر طيب مين كمان راح تعفيه الجامعه من اللغه ويبدا دراسه اي طالب درس البكالوريا في تركيا يعني الطالب اللي شهادته البكالوريا تركية هذا يعفى من اللغة يعني بيبدأ دراسة مباشرة ديركت مين ايضا من الطلاب اللي تعفى من اللغة التركية من الامتحان او انه يجيب شهادة الطلاب اللي معهم جنسيات تمام تمام طبعا هذا الامر يعني دقيق وصحيح مية بالمية في كثير من الطلاب ايه استاذ انا شهادة البكالوريا السنه التركيه وقدمتها مشان انعفى وما انعفيت استاذ انا معي جنسيه وقدمتها وما انعفيت من اللغه والجامعه عم تجبرني صراحه هي هي المشاكل هي اخطاء من الطلاب بعمليه التثبيت تمام قولا واحدا يعني احنا طلابنا اللي ثبتوا من خلالنا العام الماضي واللي قبله تمام عافيناهم من اللغه وبلشوا يدرسوا لا قدموا تمر ولا غيره اي طالب يعني ضمن هي الشروط اللي عم اذكرها وما كان مثبت من خلالنا وما تم اعفائه حتما خطا منه هو عمله تمام كيف او شلون ما بعرف تمام المهم الجامعه ما عفته فانا عم اقول لكم كرمال تعرفوا تشتغلوا صح اوكي طيب النقطه الثانيه النقطه الثانيه مين الطلاب اللي راح يتم اعفائهم من امتحان اللغه العربيه انه يجيب شهاده او يدخل على المعافيات ويبدا دراسه مباشره الطلاب اللي نجحت بامتحان المعافيات انت نجحت بامتحان المعافيات تمام انت مباشره تبلش دراسه طيب الطالب اللي شهادته البكالوريا من سوريا او دوله عربيه هذا يعفى من امتحان اللغه العربيه تمام عدا ذلك يعني ان كان كمان الطالب ما عنده شهاده باللغه العربيه شهادات اللغه العربيه هي اليدس او اليوغدي يعني ما استوفى احد هي الشروط فهو مطالب انه يجيب شهاده ليبدا دراسه طيب استاذ انا عندي شهاده تاسع من سوريا بنعفى من اللغه لان شهاده البكالوريا تركية نعم تنعفى أه جنسيتك سورية لا ما بيكفي لازم يكون في شهادة دراسية لحتى يتم اعفاك اقل شيء شهادة تاسع شهادة تاسع سورية او عربية او البكالوريا سورية او عربية او أه معك امتحان لغة عربية اليدسة أو اليوغدي أو تنجح بالمعافيات اللغة العربية اللي رح تعمله بالجامعة أحد هي الحالات بس تواجدت فيك فأنت بتحسن تبدأ دراسة طيب هلأ بالنسبة لمين بقي عنا الأفرق الإنجليزية أنت انقبلت فرع باللغة الإنجليزية دخلت على امتحان المعافيات اللي عملته الجامعة نجحت فيه تبدأ مباشرة دراستك بفرعك ما نجحت فيه تمام أو كان عندك شهادة لغة إنجليزية مثل التوفل أو الأتلس أو اليدس أو اليوكديل تبدأ مباشرة دراسة بفرعك طيب إن كان عندك جنسية أمريكية تمام أيضا تعفى من إحضار الشهادة الإنجليزية يعني شهادة شهادة لغة يدسة أو يوكديل اللغة الإنجليزية أو توفل أو أتلس تعفى من اللغة أو نجحت امتحان المعافيات تعفى من اللغة او ان كان عندك جنسية امريكية تعفى من اللغة وتبدأ دراسة بشكل مباشر. هلأ الطالب اللي ما عنده ولا بند من التفاصيل اللي انا ذكرتها. اوكي هذا الطالب الجامعة رح تمنحه سنتين. طبعا القيد ما رح يروح عليه يعني رح يتثبت ويتواجد وما رح ينحذف ورح يكون غير نشط تمام مع الطالب سنتين حتى يحصل شهادة لغة. يسلمه للجامعة ومن ثم يبدأ دراسته الجامعية طيب هلا نحن حكينا هيك عن موضوع اللغة بشكل مفصل هلا نظام الدراسة بت... طبعا ضل عنا نحن بندين أو محورين وبننتهي مباشرة بجاوبكم على أسئلتكم خلال ربع ساعة ونص ساعة بالكثير وبعدين ننهي الجلسة بشكل كامل هلا نظام الدراسة في التعليم المفتوح طبعا نحن بس قلنا تعليم مفتوح يعني هو التعليم الاونلاين نحن ب يعني بالسنه السنه عندنا اياها فصلين بكل فصل بيكون في عندنا امتحانين امتحان الاول اللي هو الفيزا امتحان الثاني اللي هو امتحان الفينال بكل فصل عندنا امتحانين اوكي بالسنه في في فصل دراسيات طيب الدراسه راح تكون بشكل كامل اونلاين ما في حضور لا ربع يوم ولا نص يوم لا بالجامعه ولا برا الجامعه، الدراسه بشكل كامل اونلاين. بالنسبه للامتحانات، بالنسبه للامتحانات بتكون ضمن المدن اللي انتم مقيمين فيها. سواء رح تكون الامتحان سواء بالجامعه او بمدرسه، يعني امتحانات بتكون هيك. هلا لما بيكون في كوارث ومصايب بالدنيا وكذا وهيك بتكون الامتحانات بشكل اونلاين، ولكن الامتحانات هي بشكل يعني العادي النورمال تمام بتكون هي داخل مراكز وجه لوجه يعني بيقدم الامتحان بشكل تحريري تمام طبعا الامتحانات بتكون اختيار من متعدد زائد كل اربع خطا بتاكل اجابه صحيحه زائد الامتحانات بتكون عباره عن يومين السبت والاحد بيكون كل موادكم الجامعيه بهذا الفصل على يومين يعني ممكن انتم يكون عندكم باليوم الواحد اربع مواد اليوم الثاني مادتين، ممكن باليوم الواحد يكون عندكم خمس مواد، كرمال من هلا تمام؟ تعرفوا آه كيف النظام، طيب انا لنفترض اني انا يعني قديش معي مجال آه حتى ما انفصل من الجامعه، الطالب اللي معهده سنتين، الجامعه بتمنحه فوق هالسنتين سنتين، يعني خلال اربع سنوات لازم يخلص ويتخرج او بينحذف القيد بيستنفذ يعني يعني خلص انت درست سنتين واخذت استنفاس كمان سنتين فوق المنة يعني فوق الاربع سنوات الجامعه بتحذف في القيد تمام هلا بالنسبه للكليات هن اربع سنوات بيدرسوا الجامعه بتمنحهم ثلاث سنوات اوكي هاي بالنسبه لعدد سنوات الاستنفاذ والنظام الدراسي في التعليم المفتوح ايضا بشكل مختصر آه النقطه الاخيره طبعا النقطه الاخيره نحن جاوبنا عليها ببدايه المحاضره اللي هي شو هي الحلول للطلاب المرفوضين بالمفاضله؟ برجع بذكر فيها اللي هي اما تنتظروا هلا نتائج الاحتياطات الثاني والثالث او تبداوا هلا على المفاضلات وتشوفوا نتائجكم بالاحتياط شو حيصير حي فيها تمام؟ او اذا ما بدكم تسجلوا على المفاضلات لحتى تشتغلوا الطريقه الثانيه جامعه اناظل راح تفتح مفاضله على السنوية مرة ثانية مثل هاي المفاضلة اللي هي فاتحتها. أه هي التفاصيل اللي أنا حابب أوصلكم إياها أه إن شاء الله يكون ما نقصت أي تفصيل أو أي معلومة. أه طبعاً رح يسألني أحد الطلاب، أستاذ أنا كيف بدي ثبت؟ أه للأسف يعني لو تفتلوا تركيا كلياتها ما حدا رح يجاوبكم على هذا السؤال. يعني عملية التثبيت رح تكون أونلاين، ولكن كيف أونلاين؟ شو عبي هون شو حط هون هيك صح هيك مو صح صراحة أنا ما بجاوب على هيك أسئلة ولا رح تلاقوا حدا رح يجاوب عليها أما الطالب يضل عم يشتغل لحاله ويكمل لحاله ويتحمل هو مسؤولية هذا الأمر أو مضطر يسلمنا الملف الخاص فيه ونحن نثبت له يعني يا أما هيك يا أما هيك يا أما طبعا التفاصيل ما لا مخفية على حدا بإمكانكم تدخلوا على موقع الجامعة اللي أنا كنت حاططه قبل شوي في جميع التفاصيل تمام؟ يعني من كان موضوع الروابط أو أي شيء بخص عملية التثبيت أو أي شيء بخص المفاضلة وإلى آخره كل شيء موجود بموقع الجامعة، فالطالب اللي رح يعتمد على حاله بالنسبة لهذا الموضوع بإمكانه يبحث ويشتغل بهذا الأمر لحتى يوصل ويحقق هدفه أو بإمكانه يرتاح هو سلمنا ملفه نحن بنضل نتابعه من اول ما يسلمنا اياه لحتى يحصل على وثيقه الطالب تنزل وينزل القيد على الاي نحن بنتحمل جميع هي التفاصيل يعني من اول الباب يعني من الالف للياء مثل ما بيقولوا طيب هلا لهون انا رح وقف التسجيل حتى تسجل الندوه وبعدها رح جاوب على اسئلتكم